نهايات أخلاق. أحمد سعد يتصدر تويتر عقب زواجه، ومنشور سمية الخشاب غامض ومثير للجدل. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ياريت لايك وكومنت وشير. تصدر اسم الفنان أحمد سعد قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج أحمد سعد، وذلك عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة تويتر. جاء ذلك عقب عقد قران أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني مساء أمس السبت داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما. وكانت شاركة النجمة سمية الخشاب متابعيها صورة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عقب إعلان تلقها الفنان أحمد سعد زواجه، ولم تعلق سمية الخشاب على الصورة. وأثارت الصورة الغامضة التساؤلات من قبل رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا كالآتي: النهايات أخلاق يا جماعة، ما يصحش كده، أحمد سعد VS هاشتاج سمية الخشاب. تعليق تاني: هو بعيدا عن كل ده الواحد مش مصدق بجد ان الناس بقت بترد بالبجحة وقلة الأدب دي عشان الترند. تعليق كمان بيقول: النهايات أخلاق، ما ينفعش كده. وكان قد أعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إيتي بالعربي. وقال أحمد سعد من خلال مداخلته: بشكر كل الناس اللي باركت لي وفرحت لي، إحساس جميل بحسه لأول مرة، شكرا لكل الناس اللي هنتني، ويا رب يبارك لي في جوازتي ويرزقني بالذرية الصالحة. ونشر الفنان أحمد سعد صورا جديدة من عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك. علق أحمد سعد على الصور قائلا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعوا لنا ربنا يبارك لنا في حياتنا. الجدير بالذكر أنه سبق أن قال أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية أن خطيبته علياء بسيوني أثرت في حياته وغيرتها للأفضل، كما أنها لعبت دورا كبيرا بتنظيم حياته. وكان أحمد تزوج 3 مرات سابقا، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي. أحمد سعد بتمنى له الخير وصوت من الأصوات العظيمة والثالثة النجمة سمية الخشاب. بعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشف سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه.